قمنا صباح هذا اليوم بزيارة إلى أحياء الأوربتشية والبكر داخل مدينة الموصل للوقوف على واقع حال عوائل القاطنة في هذه الأحياء والتي تم تحريرها مؤخرا. حقيقة العوائل جاءت لدينا بمجموعة من الطلبات، منها ما يتعلق بتوفير مياه الشرب، والقسم الآخر يتعلق بتوفير المواد الغذائية والمواد الإنسانية. حقيقة إن شاء الله خلال أيام الخير القادمة سوف نقوم بالاستجابة لتلك الطلبات وتوفير ما تحتاجه تلك المناطق. وحقيقة تصادف أثناء وجودنا وجود لجنة من وزارة الهجرة والمهجرين تقيم بتوزيع السلات الغذائية في تلك المنطقة، وأيضا تواجد الفريق باسم الطائي المشرف على خلية الإدارة الإنسانية لموضوع النازحين. أشكر قوات سوات والقوات الأمنية التي رافقتنا هذا اليوم وقوات الفرقة الذهبية التي رافقتنا في تأمين الحماية أثناء الدخول تلك المناطق.